رجل الغاز العصية على الحل، يحب المغامرة ويغامر حتى بحياته. رجل يدمن السير على الحبل ويرقص على حواف الجمر. من هو أشرف مروان؟ صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وما علاقته بالموساد الإسرائيلي؟ هذه الحلقة الرهيبة والعظيمة برعاية متجر عودز، متجر الخاص جماعة الخير وعود الخاص اللي ما في زيه في العالم، واتحداكم تلاقوا زيه في العالم. تلاقوا الرابط تحت. عليكم بألف هنا وعافية مع قروب رمضان وصوت التراويح والحركات الرهيبة الروحانية. يكون معاك عود انت كده روحاني 100%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دز وهار جديدة. طبعا كالعادة اللي مو مشترك في القناة يشترك وفعل جرس التنبيهات واديني لايك وكتب لي تحت كومنت شجعني نكمل. تجانا صقور دز ورب الكعبة، شكرا ثانكيو الى ابعد درجة توقعوها. ترى يا جماعة الخير انا بسوي بثوث في تيك توك مرة حلوة، تعالوا كل يوم ان شاء الله في بث او كل شبه يومي في بثوث، وكل جمعة في بث لخزنة دز توزع فيها جوائز مرة اسطورية، لا تفوتكم الخزنة. ما اطول عليكم في المقدمة، نقول بسم الله نبدا الهرجة. هرجتنا اليوم من مصر. في عام 2007 صحيوا الناس على خبر ان الاسطورة اشرف مروان طاح او سقط من البلكونة على الارض في لندن، وانتهت حياته بهذه الطريقة. طيب مين هو أشرف مروان؟ أشرف مروان من مواليد 1944، أبوه كان ضابط كبير في الجيش المصري اللي هو اللواء أبو الوفا مروان، قبل ما يخرج ويتقاعد ويمسك شركة مصر الأسواق الحرة. فكيف هنا بتكون حياة أشرف مروان في هذه الأسرة اللي كانت تقدس النظام؟ درس أشرف مروان وأخذ بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة، وأخذ الدكتوراه من نفس التخصص من جامعة لندن، وكان قبلها ملتحق بالقوات المسلحة. الموضوع كان سهل بالنسبة له لأن أبوه كان لواء وله مكانة في الحكومة المصرية وقتها. مروان كان يشوف إن المكان اللي ماخذها في المجتمع جدا عادية، أي واحد يقدر ياخذها، عشان كذا فكر في خطوة صعبة جدا، يبغى يسوي كارير أو يبغى يسوي حاجة يعني ما يحتاج فيها أبوه، أو يبغى يسوي شيء خارج عن مكانة أبوه. عشان كذا فكر في خطوة صعبة جدا، وإذا سواها راح تفتح له أبواب كثيرة. وهنا قرر يتزوج بنت الرئيس عبد الناصر نفسه، فقرر أنه يتزوج منى البنت المدللة للرئيس، ومن هنا كانت بداية ظهوره في الحياة العامة في مصر، لأنه كل الناس كانت بتسمع عن خبر زواج منى. وبكذا نقول قدر أشرف يلعبها صح وعرفته الناس، واشتغل بعدها في رئاسة الجمهورية وصار مشهور بالمال والأعمال، يعني كان له صيت والناس تتكلم عنه. طب خلينا دحين ندخل في تفاصيل شغله، أو بالأخص هل فعلا كان عميل مزدوج لإسرائيل ولا فعلا كان بطل مصري؟ صحيفة تايمز البريطانية قالت إن السلطات الإسرائيلية طلعت وثائق كثيرة تقول فيها إنه أشرف مروان كان من أفضل الجواسيس المصريين اللي قدموا أفضل خدمات لإسرائيل. وفوق هذا كله قالوا إنه أشرف مروان هو العميل بابل اللي عرض عليهم خدماته عام 1968، لدرجة قالوا إنه علمهم بموعد ساعة الصفر في حرب أكتوبر 73. طبعا القصة إيش هي؟ الإسرائيليين بعد ما أخذوا هذا الكف حاولوا يشوهوا قصة أشرف مروان إنه عميل مزدوج وخاين لبلده، أنه هم عارفين إنه كلام زي هذا لو انتشر عن أشرف مروان بيلف حبل المشنقة على رقبته، لأنه حيروح في 60 داهية، لأنه أي خيانة للبلد على طول إعدام، زي اللي يصير مع أي جاسوس يخون بلده. وهم طبعا كانوا يبغوا الشيء هذا لأشرف، لكن اللي صار إنه أشرف مروان ما مات بأي طريقة من هذه الطرق، وكانت هرجة موته غريبة جدا. كان وقتها أشرف مروان بلندن، والبيت اللي كان ساكن فيه كان فيه بلكونة، ومن هذه البلكونة طاح مروان على الأرض ولقوه ميت. طيب هنا بنسأل سؤال، هل موت أشرف كان انتحار ولا اغتيال؟ طبعا أكيد أنه اغتيال على حسب مصادر مصرية كثيرة، ومن اللي قال اغتيال جمال السادات، هو بنفسه قال أنه إسرائيل هي اللي خلصت عليه. يعني أنت أكيد حضرت الجدل اللي حصل 100 مرة عن أشرف مروان. على فكرة أنا عرفت أشرف مروان، أقول لك اقتناعي أنا الشخصي. قولي اقتناعي أنا الشخصي تماماً إن أشرف مروان بطل مصري ولم يكن جاسوس لإسرائيل على الإطلاق زي ما بيدعى، وإسرائيل هي اللي خلصت عليه. أشرف مروان مات وماتت معاه الحقيقة، لكن خلونا نرجع للوثائق اللي طلعوها ونشوف وش فيها. وضحت هذه الوثائق إنه الضابط الإسرائيلي اللي عمل مباشرة مع مروان قابله أول مرة في فندق، وهذا الكلام على حسب الوثائق الإسرائيلية، إنه الضابط اللي كان مسؤول قابل مروان في فندق مقابل لحديقة هايد بارك عام 1970، وهذه الحديقة مشهورة بلندن، يعني بعد أيام من وفاة عبد الناصر. تقول وثائق إنه أشرف عرض خدماته على الإسرائيليين قبل هذه المقابلة، وكان وقتها شاب ودوب عمره 26 سنة. المهم إنه ضابط الموساد اللي كان ينقل معلومات من الملاك، والملاك اللي هو مين؟ اسم مروان عند الاستخبارات الإسرائيلية، كانوا ملقبينه فيه،
قال إن الملاك اللي هو أشرف مروان كان بيعطيهم معلومات كثيرة وكانوا ينذهلوا منها. وهذه المعلومة فين تجيبها أنت يا شبح؟ أنها كانت جدا دقيقة عن الجيش المصري، زي أرقام كل الوحدات والفرق والألوية والكتائب، وفوق هذا كله أسماء قادة هذه الوحدات على كلامهم. يعني كل المعلومات كانت حلم بالنسبة لأي ضابط استخبارات في العالم. وقتها قالت التايمز إنه الوثائق اللي طلعوها أكدت إنه أشرف مروان كان جاسوس مخلص وقدم خدمات كثيرة لإسرائيل، وهذه الوثائق اللي عندهم أعادت كتابة تاريخ إسرائيل ومصر، لأنه أشرف مروان كان في غموض كبير من ناحيته. عشان كذا عارضوا بعض المؤرخين ورجال الاستخبارات والأمن والمسؤولين المصريين أيامها وإلين دحين إنه مروان كان أهم عميل لإسرائيل. هذه الفكرة أنسوها تماماً، وكانوا مصرين إنه كان يشتغل لصالح القاهرة طول هذا الوقت. طبعاً هنا لازم نوقف شوية ونبدأ نفهم الكلام اللي حصل. اللي حصل يا تاج راسي إنه أشرف مروان اخترق الموساد ولعب فيهم رايح جاي لمصلحة أم الدنيا، ولما صفعهم كذا صفع وجننهم أم الدنيا افتخرت فيه وصار بطل قومي. هنا قالت الموساد لازم نشوه سمعته ونخليه خاين لبلده ونقول انه كان شغال معانا ضد مصر، يعني حرب نفسيه ضد الشعب المصري. لكن وين خسوا عقب؟ وقتها تغلب المصريين حكومه وشعبا على هذه الحرب النفسيه، وما زال الى الان في محاولات لتشويه الصوره الحقيقيه. اما ضابط الموساد اللي لقب نفسه باسم دوبي قال انه دوافع الملاك اللي هو اشرف مروان عشان يعرض خدماته على اسرائيل ويخون بلده ما كانت واضحه، لكن من الاسباب اللي كانت واضحه ومروان كان مستاء منها هي محاوله ناصر انه يمنع زواجه من بنته منى. ويقول دوبي كمان انه من الاسباب الاكيده هي الفلوس، أن إسرائيل كانت تدفع له عشرات الآلاف من الدولارات. وعلى كلامهم اللي طلع في هذه الوثائق أنه أهم شيء سواه أشرف مروان هي المعلومات اللي قدمها لهم قبل حرب أكتوبر، وخلى الإسرائيليين يطلعوا على تحضيرات مصر السرية لما كان بيرجعوا صحراء سيناء اللي احتلتها إسرائيل. لكن الوقت اللي قال لهم إياه كان غلط، أنه قال للإسرائيل أنه الهجوم المصري بيبدأ الساعة 6 في المساء يوم 6 أكتوبر، لكن المفاجأة كانت أن الهجوم بدأ الساعة 2 الظهر، وهذا الشيء سبب ارتباك للدفاعات الإسرائيلية. وهنا شكوا الإسرائيليين أنه الملاك كان يخدعهم، لكن دوبي قال أنه هذا الشيء ما كان صح أبداً، وحط اللوم كله على اللواء إلي زيرا اللي هو رئيس الموساد لأنه ما أخذ معلومات الملاك على محمل الجد، وكان يحتاج يلقي اللوم على أحد غيره بسبب الخسائر اللي خسرتها إسرائيل. يعني الهرجة وما فيها كذا كلها على بعضها أنه أشرف مروان جننهم واخترقهم وأعطاهم معلومات كلها غلط في غلط، فسببت هذه المعلومات بهزيمة لإسرائيل، وعشان يخرجوا منها لازم يعلقوا خيبتهم في أشرف مروان أنه هو خاين لبلده وأنه هو كان شغال معاهم. لما طاح أشرف من البلكونة ومات سوت له مصر جنازة كبيرة بعد وفاته، شارك فيها الرئيس السابق حسني مبارك وكثير من أعيان ومسؤولين مصر. فهل بعد هذه الأحداث كلها تتوقعوا أشرف مروان كان فعلا عميل مزدوج؟ وبكذا انتهى من رجعتنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات، وأهم شيء صلي على الحبيب قلبك طيب وفمن الله.